الزملاء والزميلات، احنا في فضاء عام ونحن محاطون بمواطنين ومواطنات، لذلك وجب كعضو للمكتب الفيدرالي ان نوضح على الاقل موضح موقفنا كمحامون. نحن لا ندافع فقط عن ذواتنا كمحامون، نحن ندافع عن رسالة المحاماة بصفتها المدافع الأساسي عن حريات وحقوق المواطنين. الجواز الذي فرض كشرط لولوج المحاكم هو يمس حقوق وحريات المواطنين قبل أن يمس المحامون. للجواز رافضات، صامتان صامتان، للدورية رافضات، للدورية صامتان، للدورية رافضات، صامتان صامتان، للدورية رافضات، صامتان صامتان، للدورية رافضات، صامتان. تحقيق العدالة وهو أهم عنصر في العدالة مشلول، اللي هو يعني يتم منع المحامي اللي هو لسان الحق ولسان المواطنين بإيصال الحق إلى يعني وتحقيق هذه العدالة المنشودة، وإذا به يتم منعه من الولوج إلى المحكمة في خرق سافر للقانون وللدستور. هذه الدورية هي خارقة للقانون والدستور، وكنقولها وتنعودها، نحن ضد ما يمس كرامتنا كمحامين وكمواطنين عاديين. فكما قال الزميل المالكي، كيف يعقل أنه أنا محامي نجي وعندي جواز تلقيح وندخل للجلسة ونكون كنوب ملف جنائي أو جنحي، وبذلك الملف يوجد هناك شهود مهمين يعني ضروري الحضور ديالهم، أو متهم تم يعني تبلغه بصفة قانونية ويحكم بشكل غيابي على أن المتهم غير حاضر؟ أية عدالة منشودة؟ أية عدالة نتكلم عنها في دولة الحق والقانون؟ القدام ولسنا، ليس لدينا عداء مع أحد، نحن أحرار. ما دام أن الشعار ديال المملكة المغربية ما نبت الأحرار فنحن أحرار. كالشرطي الذي يعتلي تلك الإشارات، الله يعاونه الله يجبر الضرر دياله، أو القوات المساعدة أو أي عنصر من الأمن كما كان، أو أي عنصر كما كان في القضاء، كل واحد كيوقف بالحق دياله. في وحدتنا، ووحدتنا تقتضي احترام ما ستخرج به المؤسسات. ونحن نعيدكم أن الفيدرالية كإطار شبابي بصدد تنزيل باقي الخطوات النضالية. لذلك زميلاتي زملائي، فلنتمسك ونطبق قرارات المؤسسات ديالنا. نحن الآن مؤسسة ديالنا تقولنا يا ودي المقاطعة وعدم الولوج والتصدي لكل من يريد الإدلاء بالجواز. أما فيما يخص بلاغ الفيدرالية، انتظروا هذا المساء، فهناك الجديد، هناك خطوات تصعيدية لمواجهة هذا المنع، لمواجهة هذا الإنزال الأمني من أجل قمع المحامي وعدم إيصال صوته. تحية نضالية، تحية الصمود والمجد والقلود لجميع الزميلات والزملاء.